مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقاتنا مستمره وشوطنا السادس عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا السادس عشر والخاص بانطلاقته اللقاي القعدان المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل التي نتابعها هنا على ارضيه هذا الميدان في هذه الامسيه التراثيه الجميله، امسيه كؤوس اللقاية في مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي المنطلق هنا في هذا المساء. نسير معكم الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول، ياتي شاهين بخيت بن ناصر بن نوبي العامري على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق هو التحدي الجميل هنا. هنا ياتينا شاهين في المركز الثاني المبارك بن سعيد بن علي المنصوري، بينما القادم هنا ياتينا سبعاوي لسالم بن حمد بن محمد بن دري. هنا الفلاحي من ينطلق بهذه الانطلاقه مع السبعاوي بهذا الاداء، الوصول من ما يهاب هنا لسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، هنا شعار مبعد ياتي بهذا الانطلاق الجميل، بينما القادم ورسان هنا لراشد بن خليفة الطنيقي منطلقا على خامس المراكز، والمركز السادس شعار علي بن مصبح لغفلي، هنا القادم علي بن راشد بن علي بن عواد هنا ايضا لغفلي. هنا نتابع مشاهدينا الكرام المرمى الراشد بن علي العوادي المنطلق بهذه اللحظات هنا على المركز اذا السادس والمركز السابع. المركز السابع الفارس سيف بن قاسم بن محمد بن خيله العامري، وياتينا الغزال علي بن راشد بن علي العوادي المنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله هنا منطلقا بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل، بينما القادم هنا القادم اهالي المرموم قادمين هنا ايضا مع وليف بانطلاقة احمد بن سعيد بن سالم لنبي من يقدم بهذا الانطلاق المميز الجميل، وهنا الوصول من ايضا غازي عبد الله بن سلطان بن سعيد لغفيلي هنا المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه الاداء الجميل. عاشر مراكزنا ياتي شاهين محمد بن عتيق بن علي بن خفية لاجتبي، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى صدارة هذا الشوط، لا زال على الصدارة هنا شاهين بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، ويأتينا السبعاوي على المركز الثاني بهذا الانطلاق لسالم بن حمد بن دري الفلاحي من ينطلق على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث هنا القادم شعار الحميري، شعار الحميري مع هنا ما يهاب لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتينا بهذه الانطلاقة هنا، من قدم لنا أيضا مبعد وقدم البطين في هذه الأمسية الجميلة. نتابع هنا المتسلل هنا الفارس لسيف بن قاسم بن محمد بن قيلة العفاري القادم بهذه اللحظات، هناك أيضا شعار بن علي المنصوري من يأتي بهذا الانطلاقة والتحديات، والقادم هنا والمتسلل بهذه اللحظات غازي عبد الله بن سلطان بن سعيد لغفيلي، وهنا يأتي وليف لأحمد بن سعيد بن سالم لنبي شعار عنيد المضمرين قادم بهذا الانطلاق المميز، وهناك الوصول بهذه اللحظات والقادم هنا والمتسلل الواضح عبد الله
الله بن سالم بالرميلة. العامري قادم هنا بالرميلة، هذا الانطلاق الجميل، وهنا يأتينا الفارع محمد بن شطيط بن حمد الشامسي بهذه الانطلاقات والتحديات. وصل هنا الباز علي بن عبد الله البطين المري، وهنا هنا 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 يصل بدران 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 عبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد القادم ايضا من مركز الى مركز. هنا مع الكيلومتر الاخير من غادرناه نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود الى ما يهاب من غير على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، ما يهاب من ينطلق بصدورة هذا الشوط وبالمقدمه. هنا ما يهاب سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري من ياتي على الصداره على المقدمه. المركز الثاني القادم الواضح عبد الله بن سالم برميله العامري من ياتينا ثانيا، والمركز الثالث المتسلل في هذه اللحظات بدران هنا بهذا الانطلاق عبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد هنا القادم، ولكن نعود الى الصداره ما يهاب، وهنا الواضح ما يهاب والواضح. السلام يا سلام، المعركه طاحنه، ما يهاب على الصداره على المقدمه، يبقي النقطه الثانيه. هنا شعار سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري لها للخوانيج، ولكن هنا قادمين هالي ذاخر مع الواضح عبد الله بن سالم بالرميلة العامري. يا الله الواضح، وهنا ما يهاب، ما يهاب والواضح، واللحظات الاخيره يا سلام، التحدي الاخير، ما يهاب الواضح، الواضح يتسلل الواضح وما يهاب. الله المعركه طاحنه، المعركه طاحنه، ما يهاب الواضح، الواضح ما يهاب. الله اللحظه الاخيره، اللحظه الاخيره هنا بهذه الانطلاقه الجميله، ولكن هنا ما يهاب، هنا في هذا الواضح، الواضح من وضعها على الصداره. تهاني لعبد الله بن سالم برميل العامري ما يهاب في المركز الثاني، هنا لسعيد بن عبيد بن خليفه الحميري المركز الثالث، اتانا اشقر لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير الكتبي المركز الرابع. اتانا مشاهدينا الكرام هناك بالانطلاق بدران هناك خوف لاحمد بن مطر بن مايد الدخيلي من وصل بهذه الانطلاقه على المركز هنا الرابع والمركز الخامس. هناك بدران لعبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد، وهنا الواضح اذا من اعلن الفوز والناموس وسلم لاهالي زاخر مدينه العين عبد الله بن سالم بن رميله العامري. تهانينا والناموس، 7 دقائق و21 ثانيه، جزء واحد من الثانيه توقيت الزمني. تهانينا والناموس، ما يهاب قدم عرض يشكر عليه هنا لسعيد بن عبيد خليفة الحميري، وسجل توقيت زمني 7 دقائق و21 ثانية، جزئين من الثانية توقيته الزمني. بينما المركز الثالث فاجأنا في الأمتار الأخيرة هنا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. شعار بن ضعيف حمدان بن حمد بن ضعيف بن غنير لقتبي هنا من أتانا هذا الانطلاق المميز مع أشقر ب7 دقائق 27 ثانية، هنا ايضا وثمانية من الاجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي المميز الجميل هنا بهذه الانطلاقات. هناك وصل بالفعل بدران على المركز الرابع لعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والمركز الخامس اتانا خوف لاحمد بن مطر بن مايد الدخيلي. تهانينا والناموس، تهانينا. We'll be right back.